اليوم راح أعمل القراءة العامة لبرج القوس. طبعا راح تكون قراءة عاطفية والعمل والصحة. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. طيب برج القوس راح تكون طاقتك هون. شبلك أنت في طاقة نارية، هي يعني طاقتك. أنت شوي متجمد المشاعر، وانت شويك حازم وعندك قوة، وكأنك مارق عليك كتير، وكأنك في وقت نضوج عقلاني ونضوج مشاعر. ويمكن انت حاليا في زواج او ارتباط او في عمل، وحاسس نفسك انك انت نضجت، كأنه مارق عليك اشياء كتير وانت حاليا في نضوج. انت احتمال تكون في ارتباط، في زواج. للبعض منكم احتمال هذا الشخص رجع لكم اللي انتم بتفكروا فيه، واحتمال انتم شايفينه هو دخل في زواج اخر غيركم انتم، او دخل في علاقة غيركم انتم. احتمال انتم حاسينه انه هو الشخص المناسب لكم لزواج. الشخص هذا شكله عنيد جدا. كمان انا شايفه هذا الشخص مهتم في عمله وانجازاته. الشخص هذا مارق برحله، هي رحله الانجازات والاهتمام في النفس والاهتمام في الذات. الشخص هذا شكله محب لنفسه. الشخص هذا يمكن طلع مؤخرا من علاقه او خرج من موضوع، زي زهق منه وترك المواضيع كليتها وتقدم للامام. احتمال هو خارج من ارتباط او خارج من عمل، لكنه هو مبسوط من خروجه من هاي العلاقة او من هذا العمل. خلينا نشوف. نلقوا كروت النصيحة. نصيحة لبرج القوس، هون بيحكوا لك ask your angels، اسأل الملائكة. شوف not the time، الوقت مش مناسب. هناخد لك كمان كارت، حاسس هيك قلبي بده لازم اخد لك كمان كارت. بيحكوا لك انه في غضون الأشهر القليلة الوقت مش مناسب، لكن في غضون الأشهر القليلة راح نشوف شو بيصير من خلال قراءتنا. شوف الرومانس، هيلينج فاميلي اسيدز. لازم يصير شفاء او معالجة مشاكل اسرة. ممكن انه حياتك رح ترتاح لما يصير في شفاء اسري. مال انت شخص مثلا متزوج وعندك مسؤولية منزل، او عندك شخص مسيطر في المنزل وانت زي غضبان منه او ماخذ موقف منه. مال الشخص هذا متزوج وقصته واقفة انه يكون عنده اطفال، وهدول الاطفال كنت احكي لكم انهم مش مسامحينه او زعلانين منه، وهو غادرهم، ترك الأطفال وترك المنزل وغادرهم. It is for you to love. هم بيحكوا لك من الآمن أن تحب، يعني افتح قلبك للسلام وأعطاه أفضل طاقة من الحب. هو أمان إنك تحب. إذا الشخص هذا مثلا طالع من علاقة زواج ووراء أطفال، بقول لك هو آمن أن تحب. شوف لكم كمان
الشخص اللي طالع من شيء، إما عمل أو زواج. طيب هون بيحكوا لك في خيارات عديدة وقرارات غير تقليدية، سلسلة طويلة في ليلة واحدة. يعني خيارات وأشياء عديدة لازم تاخدوها في ليلة واحدة، هي اللي هي المفاتيح. هون بيحكوا لك اختيارات صحية واتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة، وحب الذات والرعاية الذاتية، ولازم تكون أكتر سعادة. ففي خيارات لمصلحتكم لازم تتخذوها في الوقت حاليا هذا، أو الوقت مش مناسب إنه تاخدوا خيارات. خلينا نشوف، القراءة أول إشي. طيب الشخص هذا حاليا مشغول في عمله، الشخص ده مشغول في شيء، إما في عمله أو مشغول في أشخاص آخرين مثلا كالعائلة كزواج، أو بيفكر في مثلا بيحكوا لك في تسامح للأطفال لازم يصير أو أسرة. فاحتمال إن الشخص هذا متحير في أسرته، بحاول يوازن أسرته وبحاول يراضي الأطراف. الشخص ده فيه عنده مشكلة إما في الأسرة، شخص إما هذا متزوج أو مرتبط بأسرة تقليدية وبتحب كل شيء في يعني تمشي عادات وتقاليد. طيب الشخص هذا شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شايفك انك انت شخص عملي جدا وانت حققت انجازات سريعة، لكن انت اثناء تحقيقك لهذه الانجازات كنت صارم كل شيء في عملك، في الحياة عامة، في المشاعر، في الحب، كل شيء كنت صارم. وانت شخص مرتب، جدا، وبتحب كل شيء في دقة، وبتحب انه اللي قبالك يقنعك بعقلانية، مش انت مش حيالله كلام يقنعك، انت مش سير خداعك، وشعر انه هو مش قادر يخدعك، وانه هو اذا بده يتقدم لك بده يعني بده تكون الاحداث مقنعة الك. شافك شخص هو حبك، الشخص ده معجب فيك جدا وحبك الشخص ده، لكن شايف عندك شروط لعلاقتكو عشان تتم، وشافك انك عنيد وشخص انت محقق كل انجازاته واحلامه وطموحاته، وشافك عقلاني جدا لدرجة انك انت شاعر من ناحيتك الاسف صوت، يعني شاعر انك انت شخص ما بيقطعش فيك الاشياء الخداعية، يعني مثلا يخدعك في شيء انت طوال بتدور في المواضيع وبتحقق وبتعرف الحقيقة من الخداع. طيب هو شو انت في عقله الباطني؟ ما نشوف انت في عقله الباطني شخص مرح جدا، وشخص بتحب الحياة، شخص مغامر، وشخص بتحب السفر. احتمال انت بتسافر من دولة لدولة او متنقل، يعني عامة انت متنقل، شخص هادي ورزين وثقيل. شايفك انك انت بتفكر في الاحداث لكن بروية، مش متسرع، شايفك انت لبق في الكلام كتير، وانت الكلام اللي بيخرج منك بيكون بعفوية، لكن انت بتكون قصده، شايفك يا برجك مرح وبتحب الحياة. القوسين مرح وبحب الحياة وبتجاهل كل شيء يؤلمه. وشايفك هيك انك بتتجاهل كل شيء يؤلمه، بتغيب مثلا يوم، بتعالج نفسك من كل شيء حدث في اليوم هذا، بتقفل كل شيء وبترجع لحياتك الطبيعية. يعني اذا صارت مشكلة وقتي انت بتنهيها، بتفكر فيها مثلا، بتعمل مديتيشن او بتعمل حالة صمت في حياتك في يومك هذا، وبتفكر في كل الاحداث اللي صارت، وبتقوم مطنش كل اشي وبتمشي بحياتك عادي ولا كأنه صار اشي في حياتك. شايفك نشيط جدا وشايفك انت بتحب السفر والتنقلات، وشايفك يمكن انت شخص مشهور او في شيء انت عامل فيه شوية مجازفة، لكن وعارف انك انت مجازفتك
انت بتكون متأكد انها رح تنجح، صح؟ انت مجازف، لكن مجازف على شيء انت متأكد وواثق منه انك رح تنجح. هلا هو شايف انه العلاقة هاي ثلاثية، اما من طرفك انت يا برج القوس او من طرفه هو. انا شايفك انت مرتبط وهو مرتبط، يعني احتمال تكون علاقة رباعية كمان. الشخص هذا بواجه مشكلة، هو شايفك انك انت بتحب العلاقات الكتيرة ولما حواليك ومتخربط فيك. هل انت بتحب الاستقرار مثلا او بتحب العلاقات؟ هو مش فاهمك، الشخص هذا مش فاهمك، وشايف انه انت في حدا متحكم في هذا الشخص، اما من اسرته مثلا عارضين عليه يتزوج من الأسرة نفسها، عارضين عليه عرض مثلا يتزوج من الأسرة نفسها، هاد شرطهم مثلا، هو قلقان يرضي الأطراف جميعها. احتمال إنه يكون الأب مسيطر عليه أو الأخ الكبير مثلا، هو بده يتزوج بنت أخوه، بنت عفوا مثلا بنت خاله، بنت عمه. في شروط في العلاقة أو في تدخل أطراف زي منعين إن هاي العلاقة تتم، والشخص هذا مش موافق على اللي بيسووه مثلا الأطراف التانية، الأسرة. انتوا في عندكم مشكلة في الأسرة، وشايف الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، وشايف إنه مفيش استقرار أسري عندهم. أشوف بس شوي، نحس شوي القراءة فيها تدخل طرف مسيطر، يعني شخص كبير، أب، رب أسرة، يعني شخص كبير. احتمال يكون في بعد مسافات بيناتكم، أو أنت من مدينة وهو من مدينة، والأسرة رافضة تاخد من هاي المدينة. الشخص ده شايف فيش اكتفاء بينكم، او انتوا مش من مستويات بعض، حاسس ان هاي العلاقة ينقصها رضا اسري، وحاسس ان في اي لحظة هاي العلاقة يعني بتتسكر. وشافك شخص متذمر بعض الشيء، يعني شافك شخص متذمر ومسيطر على نفسك، وشخص منفتح على الآخرين، شخص بتحب العدالة وبتحب اللي بقلبك على لسانك. انت بتمسك حالك فترة، ولكن بتعرف تاخد حقك، بتعرف تاخد حقك، شافك انك انت بتعرف تاخد حقك كويس. شافك عصبي شوي ومتذمر شوي، يعني في اشياء بتقلقك كتير. شايفك انك انت زي قطعت العلاقة، قطعت بسبب مثلا دخول اطراف العلاقة، دخول حدا اخر دخل حياتك انت او الشخص الاخر. احتمال شايف انك انت دخلت في زواج او خطوبة او مع شخص اخر علاقة ورحلت، عما تركت ورحلت. طب انت كيف شايفه؟ انت شايف شخص متعب جدا وصامت ودخل طرف اخر، الشخص هذا شايفه انه هو مثلا يعني اتعبك كتير، انت تعبت مع الشخص، الشخص هذا اخذك لفة طويلة معاه. الشخص هذا شايف انك انت سبق انهيار اعصاب منه، وانت شايفه انه شخص مش متوازن او مش عند كلمته. شايفة شخص صامت ومش راضي يعبر عن مشاعره. انت شايف ان العلاقة وهو شخصيته متعبة، شخصيته متعبة، غامض، متحكم، وهو بده يتحكم في العلاقة، بده اياك مثلا ان انت ترضى معاه، فيه مع الطرف اللي معاه. انت شايف ان هاي العلاقة متعبة جدا، يعني كأنها
يعني نفس صبرك في هاي العلاقة. هو شنو يبي حاليا؟ هو ناوي الشخص هذا يسيطر على الموقف اللي هو فيه، عشان هيك بقول لك مش هلا، مش هلا. خلنا نشوف الكروت نصيحة. هو بقول لك آمن إنك تحب، احتمال إنك أنت دخل حياتك شخص آخر غير هذا الشخص اللي إحنا بنقرأ له، لأن الشخص هذا بعتقد الهيلينج فاميلي إله مش إله. هذا اي رايت تايم، هذا مش وقت الشخص، لأن الشخص هذا لسه بده يتباعد ويسيطر على الموقف، يسيطر على طرف ثالث بيناتكم. الشخص ده إما متزوج أو دخل علاقة أثناء أنتوا كنتوا معاه. هون بقول لك اسأل الملائكة، يعني صلي اسأل ربنا إنه هل مثلا إذا الشخص ده منيح في حياتي فأقدم اللي فيه خير، وإذا في شر يعني ابعده عني، ويا رب ما تعلق قلبي فيه. يعني اسأل ربنا، يعني ادعي شيء لنفسك. بقولوا لك في الشهور القادمة، الشهور القادمة هذا نيكس. طيب خلينا نشوف هدول شو بيحكوا. في خيارات عديدة عندك، انت في حياتك اشخاص غير هذا الشخص، او في طرف مثلا عارض عليك حب، عارض عليك اشي، في خيارات لازم تاخدها انت، في خيارات لازم تاخدها. وبقول لك خيارات صحية، الشخص ده غير صحي لحياتك، الشخص ده إما مرتبط وأنت شايفه مرتبط على فكرة، وصمت عنك وتركك وتباعد عنك، الشخص ده مقرر أصلا يضل بعيد ومختفي، تعرف الشخص ده شو؟ بتشذر لك شو بيصير في حياته، أو شو نواياه من ناحيته، الشخص ده ضل مسيطر على نفسه وملتهي في اللي هو ملتهي فيه، في عنده نقاشات ومواضيع أخرى، في طرف تالت في الموضوع. في طرف تالت. خلينا احكي لكم الابراج. إيه عندنا؟ برج الدلو، برج الحوت، برج السرطان، الاسد، الميزان. هو شايفك حقاني حقاني، ما بهمكش ولا اشي، انت بتنفجر بمرة. انت بتصمت بتصمت بتصمت، فجأة فرقة وبتحكي كلمة الحق وبتقطع. انت بتناقش مثلا، انت بتسكتش عن حقك، لو سكت فترة بتكون فيها تخطيط تخطيط. تابعنا برج الأسد، الأسد، الميزان، الدل، السرطان، الحوت. الشخص هذا نواياه وخطوته في رجوع، فيش رجوع، نواياه انه يخبي مشاعره ويسيطر على نفسه ويسيطر على الموقف اللي هو فيه. هو في موقف لا يحسد عليه من اتجاه الأسرة، الشخص هذا غضبانين عليه أسرته، فبحاول بده يحاول إنه يراضيهم. أول إشي اهتمامه إنه يرضي الأطراف، يرضي الأطراف اللي حواليه. حاليا هو مشغول في هذا الشيء. هذا طبعا بيعني كل الأبراج، برج الأسد، الدور، الصقر أو النسر، وبرج العقرب، وهون العذراء. يعني الطاقات كلها متجمعة هون، كل الطاقات موجودة، نارية، ترابية، مائية، هوائية. كلها موجودة. حكينا كل الأبراج. عندك برج الحمل، انت في طاقة الحمل، برج الحمل، انت في طاقة غيظ الحمل، وانت شايفات شخص تزوج او دخل طرف اخر في حياته او مستقر في زواج. فعلا الشخص، الشخص هذا زعلان، ترك شيء هو زعلان من الأسرة، من الأسرة، احتمال الطرف، الشخص هذا فيه طرف. خلينا نشوف الكراش. عموما بقول لك خلال الشهور القادمة، بس في شايف للبعض منكم عروض حب من شخص آخر داخل حياته، وشايف أنا في حدا بده يعرض عليك عرض حب، في عرض حب، في عرض حب، بس انتوا مشغولين في هذا الشخص، انتوا زعلانين منه.
فعلا متجمدين، حسينا علاقة استنزفت وقتكم وصبركم واستنزفتكم هي العلاقة. خلينا نشوف الكراش، في خيارات عديدة حكينا لكم، وشوف انت شو لمصلحتك طبعا يعني. وادعي دايما ربنا انه ما يعلق قلبك بشخص هو مش رح يكون إلك. كراش، انت يا برج القوس تعبان، انت شايف في شخص في علاقة ثلاثية او شخص فرحان وانت زعلان، يظهر لك فرحة وانت زعلان، في شخص تركك قطع معك، الشخص هذا في معرفة طاحنة. طيب انا نشوف كراش شو مشاعره من ناحيتك، مشاعر انك تركته ورحت. مش بقول لك انت زعلان، وفعلا مش هيك انك انت تركت واختفيت تبعت. طب هل هو بيحمل مشاعر نفس مشاعرك؟ هو بحبك او معجب فيك؟ شخص زعلان منه عليك جدا زي ما انت زعلان، هو زعلان. الشخص هذا، الشخص هذا داخل فيه مشاكل. طب شو نوايا من ناحيتك؟ نوايا انه يصالحك، يقدم لك اعتذار. الشخص هذا دخلك في مشكلة انت كنت بالغنى عنها، الشخص هذا بتذكرك وبفكر فيك وبفكر كيف يصالحك. الشخص هذا نوايا انه اما تجمعكوا صداقة او يجمعكوا تصالح، يعني بده يتصالح لو حتى بس خليني اشوف هل راح يصالحك بهذا الشيء. حاليا لا، حاليا لا، بس الشخص هذا في انت اعترفت له في الحب او كان بيناتكم شوية تكريش اعجاب وكلام اعجاب، والشخص هذا زعلك، زعلك وهو حاسس انه زعلك وعارف، هو بفكر يصالحك وحس بحنين اليك، في شيء بشده اليك هذا الشخص، عشان هيك هو زعلان، زعلان جدا. الشخص هذا حاليا بمرق في مشكلة، في مشكلة مع في العمل مع أشخاص. الشخص هذا أو شاف إنه أنت اعترفت له في الحب وهو عمل لك مشكلة. حاليا الشخص هذا مش رح يعترف، مش رح يعترف. طب هل رح ياخد خطوة مثلا هيك هيك من بعد شوي كشوي؟ الشخص هذا رح ياخد خطوة، لكن بعد تطبيق في الأمور وبعد هدوء نفسك أنت، بعد ما تصفى وتهدى من ناحيته. عنا برج السرطان من الكراش. طيب خلينا نشوف عملك يا برج القوس. أنت عملك جيد، أنت مسيطر على أمورك في العمل، أنت احتمال تكون طبيب بيطري او احتمال تكون معالج روحاني. خلينا نشوف كيف راح يكون وضع عملك. او نايت اوف بنتكل، الكينج اوف بنتكل، انت راح تكون شخص مستقل في عملك، وراح يكون مفتوح لك باب مثل باب علي بابا، كنوز علي بابا يعني. رح تكون مستقر ماديا جدا، عندك استقرار مادي جدا، بالذات اذا كان عندك انت شخص مثلا صاحب اراضي زراعيه. او انت بتربي مواشي، انت بتربي شيء. طيب كيف صحتك يا برج القوس؟ انت بتطلع من، انت بتتشافى وانت مريض او عندك وعكة صحية، عندك وجع بالراس او وجع بالصدر، يمكن عندك في المعدة جرثومة انت بتتشافى منها. انت احتمال ان في عندك انفلونزا. طب كيف راح تكون ان شاء الله صحتك؟
لا تمام، ما تهتم، كل شيء تمام عندك يا فوزي الحوص، كل شيء تمام. راح يكون عندك، راح يكون عندك استقرار مادي واستقرار أسري واستقرار صحي، و فيش عندك أي مثلا عثرات صحية أو لا. أنت راح تطلع من الوقت الصحي، أنت عندك إنفلونزا أو جرثومة، يعني إشي بسيط وأنت بتتعالج منه حاليا، بس راح تتشافى وتتعافى وترجع أحسن من أول. فشكرا لكم يا برج القوس. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك، فعل الجرس ليصل كل جديد. وإذا